الغريب في قصة ريان، الناس اللي عمالين يدوروا على الأسباب الدنيوية لموته وناسيين إن ربنا هو اللي مدبر كل اللي حصل ده. عقولنا كبشر واقفة على سؤال واحد، هو إزاي مات بعد كل ده؟ مع إن المفروض السؤال الأصح هو إزاي أصلا عاش كل ده؟ لو حد فينا وقع في بير زي ده بالعمق ده وما ماتش في ساعتها فدي معجزة، ولو قدر يعيش ليلة واحدة فدي معجزة أكبر، ما بالك بطفل عاش 5 ليالي. موت ريان ووجوده كان معجزة. ممكن يكون ربنا كان بيضرب بيه مثل العرب على كل طفل بيعيش نفس المصير يوميا، وفي زي ريان ملايين بيموتوا بطرق أسوأ. زي ما ريان مات بسبب وقوعه في بير هو ما نزلوش بنفسه أو بإرادته، في ملايين من أطفال العرب بيموتوا يوميا عشان معارك هم ملهمش ذنب فيها أصلا، وربنا هيحاسبنا كلنا على كل طفل راح وهو ملوش ذنب في موته.